بنات ادم كيما احنا. حبيتي تخضع لحيه ولادك؟ بعد فوز الفيلم الجزائري لو بي البئر للمخرج السينمائي لطفي بوشوشي وفيلم الفراشه بجائزه لجنه التحكيم في الطبعه الخامسه لمهرجان وجده للفيلم. سيتم اليوم افتتاح المهرجان من جديد على أمل فوز الجزائر مرة أخرى بأجمل أفلامها. سيشارك في المنافسة فيلم إلى آخر الزمن، وهو يعتبر أول مولود في عالم الإخراج السينمائي لياسمين شويخ. تدور أحداث الفيلم لمدة 90 دقيقة في الريف الجزائري، يحاكي قصة حب غير مكتملة بين حارس مقبرة وأرملة في السبعينات من عمرها، في مكان استطاع الموت والحب أن يجد فضاءً مشتركاً للتعبير. فالحب والموت كلاهما ذو أقدار مجهولة يتشاركان قصة وهم خادعة. يلقي هذا العمل الضوء على الحب والموت لتضع المخرج المرأة في مواجهة مرآة المجتمع المتعصب. صالح أوغروت هو الآخر حاضر في مهرجان وجدة، ولكن هذه المرة كضيف شرف سيتم تكريمه على أعماله التي تبقى خالدة ومرسومة في كل جزائرية. وقد لامست سلسلته الأخيرة عاشور العاشر الوطن المغربي والعربي. من الأغنية الساخرة لوضع انقطاعات الماء التي يتذكرها جيل التسعينات جلمة إلى كرنفال في دشرة، فعاشور العاشر بأجزائه التي تعود عليها الشعب الجزائري بنفحات رمضانية. وبعد غياب الرئيس كورسو عانت الدراما الجزائرية في رمضان 2018. الكل يتحسر على زمن أوغروت. أما سوكي راشد، أنا درت عليك، أنا مزت عندك، أنت ما عندي غيرك.